بالمناسبة زي الفوزن أنا إيش هو الشك؟ شكلي بي عبد. عيد يوم نورمالمون اليوم العيد عيد الاستقلال ولا وجات مع لوكازيون تاع اول نوفمبر وما كناش نستناو فيها يعني حقيقه انسان كان في الخدمه تلقينا بعد طول كما يقولوا طول الانتظار بصح الحمد لله جا النهار اللي لحقنا الحلم تاعنا 11 سنه اليوم فرحنا فرحونا اليوم والحمد لله ونشكر السلطات الحمد لله وكل فرحة الإنسان اللي جاو معنا يدي وساني مرحبا به ما توقعتش هذه ما توقعتش ان جيبوا الدار ونحمد ربي ان جبناها وشكرا علمنا مفاتيح في سكنه 204 بمارشو لا اكيد الانسان راح يكون فرحان بمناسبه كيما هكا وفرصه انه حقق حاجه اللي كان يستنى فيها درك عده سنوات اللي هو السكن الخاص والحمد لله ونشكر كل السلطات سواء الولائيه ولا الوطنيه اللي وقفت على هذا المشروع مشلل ما يقدرش يطلع للطاج الفوق انا نطلب من السلطات يمدوا له طريف الارض هذا ما كان اني فرحانه اليوم كي دار الدار اني الدنيا ما فيها بصح واش هو الطفل مريض ودير له الدوخه ما يقدرش يطلع لفوق يمدوا له طريف الارض باك هذا ما نطلبوا الله يكثر خيرهم ونطلب من السلطات دي يحضروا كامل الله يبني من فوق هذا يبني من فوق يمدوا له بين الريفي قالوا له تحطهم فوق بصح يمدوا له طريف الارض لا هاني يمدوا فوق على فوقنا